ازيكم؟ احنا النهاردة هنتكلم عن يوم مهم جدا في السنة، وكمان هنلاقي فيه احداث كتيرة قوي. تعالوا مع بعض نشوف الاحداث واهم الشخصيات في اليوم ده. تعالوا نقسم مع بعض الاحداث لثلاث خانات. الخانة الاولى هيبقى فيها حدثين، وهنسمي الخانة الاولى احداث فجر يوم الجمعة، ودي هنلاقي فيها حدثين وهما السيد المسيح لما وقف قدام اليهود او المجمع السنهدريمي، وتاني حدث لما القديس بطرس الرسول انكر السيد المسيح. نيجي للخانة التانية اللي هنلاقي فيها تلات احداث وهنسميهم احداث نهار يوم الجمعة، وهما ان السيد المسيح وقف امام بيلاطس وزائد حلم مرات بيلاطس، تاني حاجة لما السيد المسيح وقف قدام الملك هيرودس، تالت حدث لما السيد المسيح وقف قدام بيلاطس للمرة التانية. نيجي للخانة التالتة اللي هنلاقي فيها أحداث حصلت ورا بعض، وهي أحداث عصر الجمعة العظيمة، وهي عزبات السيد المسيح وصلبه وموته على الصليب ودفن السيد المسيح. لما السيد المسيح راح لبيلاطس تاني، بيلاطس أمر خلاص إن السيد المسيح يتعذب، وفعلا أخذ السيد المسيح الصليب وراح على الجلجثة. وفي السيد المسيح في طريقه للجلجثة قابل شخصيتين، وهم سمعان القيرواني والقديسة فيرونيكا. سمعان القيرواني واحد راجل طبيعي جاي من الحقل بتاعه، فجأة جم الجنود قالوا له انت هتمسك الصليب ورا السيد المسيح، وده اللي الكتاب المقدس قاله عنه. نيجي لشخصية القديسة فيرونيكا. القديسة فيرونيكا بيقال انها مرات زكا العشار، دي كانت في ايديها حتة قماشة، ولما لقت السيد المسيح وشه كله دم راحت حطت القماشة على وشه، ولما رجعت البيت لقت ان القماشة مطبوع عليها تفاصيل وش السيد المسيح بالظبط. فعلا السيد المسيح وصل للجلجثة واتصلب، وهنلاقي شخصية ظهرت وهي شخصية قائد المئة. زي ما احنا عارفين حصل زلزلة جامدة والحجاب الهيكل انشق نصين، وكانت الدنيا ضلمة، وفعلا السيد المسيح اسلم الروح. وساعتها امن قائد المئة والجنود اللي معاه بان السيد المسيح ده فعلا هو ابن الله. فعلا السيد المسيح نزل مع الصليب، وجي واحد يوسف اسمه يوسف الرامي. يوسف الرامي ده كان واحد كويس من روما، راح لبيلاطس وقال له انا عايز جسد السيد المسيح، وفعلا اخذ جسد السيد المسيح وكفنه وحط عليه الاطياب ودفنه في قبر. وكان مع يوسف الرامي شخصية اسمها نيكوديموس. دي تكون احداث الجمعة العظيمة بسرعة، والسيد المسيح بعدها دفن في القبر. تعالوا نتكلم عن احداث الخانة التانية. بس قبل ما نتكلم عن احداث الخانة التانية، هنلاقي حدث حصل بعد انكار القديس بطرس الرسول على طول، وهو ان يهوذا قتل نفسه. يهوذا بعد ما عرف غلطه، بدل ما يروح يتوب ويرجع لحضن ربنا، راح ادى الفلوس للكهنة وقال لهم مش عايزها وراح قتل نفسه. دي كانت نهاية يهوذا. نيجي بقى لاحداث الخانة التانية، لما السيد المسيح وقف قدام بيلاطس. بعد ما اتحكم على السيد المسيح مجمع سنهدريمي اخدوه في النهار وراحوا لبيلاطس وقعدوا يشتكوا على السيد المسيح جامد جدا. وبيلاطس لما جه يتكلم مع السيد المسيح لقى ان السيد المسيح مفهوش اي غلطة، السيد المسيح بار، لكن اليهود كانوا مصرين ان السيد المسيح يموت. وفعلا بيلاطس راح عمل حركة مش كويسة، ان هو جاب طبق وغسل ايده وقال ان انا بريء من دم الراجل ده. ونيجي بعدها لقينا مرات بيلاطس فجأة جات وقالت له انها هي حلمت حلم وبتقوله فيه اياك وذلك البار لاني تألمت اليوم كثيرا في حلم من اجله. ولكن بيلاطس كان خايف انه يحصل انقلاب عليه فالامبراطور يعزله، فبيلاطس قرر انه يغسل ايده زي ما احنا قلنا عشان يعمل نفسه ان هو بريء من دم السيد المسيح. نيجي لحدث تاني، لما السيد المسيح راح عند هيرودس. لما بيلاطس جه يتكلم مع السيد المسيح عرف ان السيد المسيح من مقاطعة الملك هيرودس، ففعلا امر بان السيد المسيح يروح لهيرودس. هيرودس فرح جدا ان هو شاف السيد المسيح، وحتى طلب من السيد المسيح ان هو يعمل معجزة، لكن السيد المسيح ما كانش بيرد ولا بيقول اي حاجة، وبرده كان اليهود بيقعدوا يشتكوا على السيد المسيح جامد. فلما لقى هيرودس ان السيد المسيح بيرد قعد يستهزئ بالسيد المسيح هو وجنوده. وبعدها راح اخذ هيرودس السيد المسيح ولبسه لبس لامع ورجعه تاني لبيلاطس، ومن ساعتها كان بيلاطس وهيرودس اصحاب، لان قبل ما السيد المسيح كان يروح لهيرودس كانت في عداوه ما بين بيلاطس وهيرودس. نيجي لاحداث الخانه الثالثه ونشوفها مع بعض دلوقتي. نيجي نتكلم عن احداث الخانه الاولى بسرعه.
اول حدث زي ما احنا قلنا ان السيد المسيح لما اتقبض عليه وقف قدام المجمع السنهدريمي او اليهود. مين المجمع السنهدريمي دول؟ وبكل اختصار دول الكهنة ورؤساء الكهنة. المجموعة دول لما قبضوا على السيد المسيح اهنوه وضربوه واستهزأوا بيه، ولكن السيد المسيح ما كانش بيرد خالص ولا كان بيرد على اي ضرب او اي اساءة اتقالت عليه. نيجي للحدث الثاني في الخانة الاولى، وهو انكار القديس بطرس الرسول للسيد المسيح. تعالوا نرجع لورا شوية، لما في العشاء الرباني لما السيد المسيح قال القديس بطرس الرسول: الحق اقول لك انك في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات. هنلاقي القديس بطرس الرسول رد على السيد المسيح وقال له: ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك. ده اللي قاله فعلا القديس بطرس الرسول. وفي ظل لما كان السيد المسيح بيتحاكم عليه من المجمع السنهدريمي، جم 3 شخصيات قالوا القديس بطرس الرسول: انت كنت مع المسيح ومن اتباعه. فالقديس بطرس الرسول وخاف وقال لهم: لا انا ما اعرفش الراجل ده ولا اتعاملت معاه قبل كده. وفعلا صاح الديك زي ما السيد المسيح قال. واول ما صاح الديك القديس بطرس الرسول افتكر كلام السيد المسيح وندم جدا على الخطيه بتاعته، ونلاقي الكتاب المقدس بيقول: فخرج الى خارج وبكى بكاء مرا. دي تبقى احداث الخانه الاولى.